ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تقبيل الحجر الأسود إلا في الطواف في افتتاحه وفي اختتامه، ولم ينقل عنه أنه قبله في غير طواف، ولهذا عامة أهل العلم على أنه لا يقبل إلا في الطواف تقربا واتباعا للسنة. وبعض أهل العلم قال بما أنه ثبت التقبيل في غير الطواف في الطواف فإنه يثبت في غيره، لكن الأقرب لاتباع السنة أن لا يكون التقبيل إلا في الطواف في افتتاح الأشواء في افتتاح الطواف وفي ختمه. والتقبيل هو أحد الأوجه التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحجر، والثابت عنه أربع مراتب. المرتبة الأولى الاستلام بالتقبيل، والمرتبة الثانية الاستلام باليد وتقبيل اليد، والمرتبة الثالثة الاستلام بشيء كالعصا أو نحوها مما لا يصل به الإنسان مباشرة الحجر إنما بواسطة، وتقبيل ذلك الشيء. فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد استلم النبي صلى الله عليه وسلم بمحجن وقبله، هذه المرتبة الثالثة. المرتبة الرابعة الإشارة إليه، وهذا في الطواف فقط، ولم ينقل عنه إشارة في غير الطواف، وبالتالي لا يثبت شيء من هذا في غير الطواف، فلا التقبيل ولا المسح باليد ولا المسح بعصا ولا الإشارة مشروعة في غير الطواف.